السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني. قناة السودان اليوم. سودان ديالي على اليوتيوب، ندعوك للاشتراك والانضمام الينا وتفعيل زر التنبيهات ليصلك كل جديد. تصل اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني مساء أمس الخميس وحتى صباح اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020. تنويه: أسعار العملات ليست ثابتة أو مستقرة وتختلف من تاجر لآخر خلال اليوم، فرج الانتباه عند التعامل. الدينار الكويتي 735 جنيه، الدينار البحريني 598 جنيه، الريال العماني 570 جنيه، الجنيه الاسترليني 312 جنيه، اليورو 292 جنيه، الدولار الأمريكي 248 إلى 250 جنيه، الدينار الليبي 70 جنيه، الدرهم الإماراتي 66 جنيه، الريال القطري 67 جنيه، الريال السعودي 65 جنيه، الجنيه المصري 15 جنيه. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقعنا والتكرم متابعتنا على صفحة الفيسبوك، ستجدون جميع الروابط أسفل وصف الفيديو. شكرا لحسن المتابعة.